طائرة كانت مامتي زمان الله يرحمها كانت بتاخدنا بعد ما بنرجع من المدرسة بنتغدى وبتاخدنا نادي. كنت أنا من سكان شبرا، كان نادي مؤسسة العمالية، كانت بتاخدنا نذاكر هناك وكده. فكنت دايما هي بصراحة كانت مايلة أكتر إن هي بتدخلنا مثلا حاجات ليها علاقة بالفن، الرسم، البيانو. فكنت أنا بدخل بس كان في شباك كده بيبص على ملعب الطايرة، فكنت انا بقعد اتفرج على اللعيبه لا انا عايزه العب طايره. فلما جيت اتكلمت معاها في الموضوع ده قالت لي لا انا شايفه ان انتي طويله فتلعبي باسكت احسن. فقلت لها لا انا عايزه العب طايره. وفعلا انا لما دخلت لعبت مع الفريق انا اتعلمت الطايره بالفطره، يعني بالمشاهده دخلت لعبت على طول. قعدت شهرين بالظبط والمدرب بتاعي كان ساعتها كابتن سمير عبد الرب الله يرحمه قال له انا عايز لعيبه طوال وكده، فجابني النادي الأهلي سنة 93 ودي كانت بدايتي في النادي الأهلي. اتمرنت مع كابتن أحمد سمير عبد ربه، وساعتها أول ما جيت طلعت الدرجة الأولى مع دكتور وجيه حمدي ودي كانت بدايتي في النادي الأهلي. هو بيتي، بيتي أنا اتربيت فيه، أنا عشت في النادي الأهلي يمكن أكتر من ما عشت مع أهلي. يعني أنا مامتي لما توفت حسيت إن أنا ما عشتش معاها قد ما عشت مع النادي الأهلي، فهو بالنسبة لي هو بيتي اللي بحس فيه بالأمان، بحس بالاستقرار، بكون مبسوطة فيه، فهو بيتي يعني. كم بطولة حققتيها مع النادي الأهلي؟ بصي لو على المحلي فأنا عمري ما خسرت بطولة في مصر، ولا خسرت كاس، ولا خسرت دوري، ولا خسرت منطقة القاهرة. كل البطولات أنا كسبتها. أنا لعبت في النادي الأهلي 21 سنة، منهم يمكن انا اتصعدت الدرجه الاولى من وانا تحت 13 سنه، ممكن لعبت فعليا مع الدرجه الاولى من سن 15. ولا خسرت في الشابات والناشئات ولا خسرت في الدرجه الاولى. فاعتبر انا يعني انا دايما بحسبها كده 21 بطوله، ده غير البطولات اللي هي في الناشئات يعني. ف 21 كاس، 21 دوري، ومنطقة القاهرة أعتقد إن إحنا لعبنا 5 مرات بس فما خسرتش ولا بطولة. يمكن أنا كنت محظوظة شوية لأن أنا لعبت مع يعتبر 3 أجيال. بدأت مع كابتن تهاني توسن ولعبت معاه فترة كبيرة وكابتن منى عبد الكريم، وبعد كده كان الجيل اللي قبلي مش كبير قوي بس كان يعني قبلي بادئ قبلي يعني كابتن يسرى عبد الكريم، كان في لعيبه ممكن يكون يعني ما كملوش بس كانوا لعيبه جامدين، دينا جوده برغم بسبب الاصابه يعني بتاعتها، نيروز، لعيبه كتير جدا. وبعد كده بدات ان انا الجيل بعديه اللي هو نهله سامح كابتن فريق دلوقتي، وكان في لعيبه معاها زي ندى ناصف، والجيل اللي بعديه اللي كان اصغر يعني حضرته في الاخر كده. انا اعتزلت 2013، ان انا دلوقتي موجوده في جهاز الطايره ماسكه يمكن اصغر فرقه في القطاع 2015. كل اللي بقدر اعلمه لهم بلس الفولي ان انا لازم يبقى فيه ثقافه المكسب، ان احنا لما يعني احنا لما حتى انا بنزل العب معاهم وانا بكسبهم بيقعدوا يعيطوا، انا ببقى اسعد واحده في الدنيا مع ان هم بيصعبوا عليا، بس انا عايزاهم على طول يبقوا عارفين يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه روح الفانيلا الحمراء، يعني ايه مكسب، يعني ايه مبدا، يعني ايه التزام، يعني ايه نظام. هو ده اللي مخلي النادي الاهلي مفيش منافس ليه ولا في مصر ولا في افريقيا.